فوالا احباب ناس، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين؟ كل شيء مزيان؟ كل شيء مليح؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كل شيء على خير وبخير، وتكونوا على احسن ما يرام ان شاء الله يا ربي. فوالا احبابنا، قبل ما نبدا الفيديو نتاعنا ان شاء الله اليوم، وقبل ما نقدم لكم الارتيكل الجديد اللي ان شاء الله غادي نتكلموا عليه اليوم، اللي غادي نقدمه لكم ان شاء الله، اول حاجه كنبغي نشكر المتابعين الجداد، وكنبغي نرحب بهم. كنقول لكم اهلا وسهلا في القناه ديالنا، وكنرحب بكم، مرحبا قناتنا الحبيبه. وبالنسبه للمتابعين القدام حتى هما ما نساوهمش، حتى هما لا باز ديال القناه ديالنا. كنبغي نشكركم بزاف بزاف، وكنرحب بكم في القناه ديالنا، وكنقول لكم حتى انتم اهلا وسهلا في قناتنا الحبيبه. بو كنتمنى لكم الخير ان شاء الله، المتابعين كاملين سواء القدامى سواء الجدد. وكنبغي نشكركم بزاف 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 على هذا الدعم اللي كدعمونا، على هاد التعاليق وعلى هاد لي لايك وعلى اي حاجه كدعموا بها القناه تاعنا. كنبغي نشكركم بزاف بزاف بزاف، وعلى حتى النصائح اللي كتقدموا لينا. بعض المرات كنقول لك دير هادي، راه ماراكش دير هادي، نقص هادي، زيد هادي. بون، شكرا لكم بزاف بزاف. نطلب ربي ان شاء الله يحقق لكم اي حاجه في قلبكم ديال الخير، نطلب ربي يحققها لكم ان شاء الله. بون، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. بون احبابنا، اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الارتيكل. هاد الارتيكل هو على شكل هوفر، يعني لون بلي هوفر، عندو البيفون الصغار ديالو، يعني لون بلي. هاد لون بلي هو من نوع جديد، يعني من نوع خاص. كنت ديجا قدمت لكم واحد الوقيته واحد الهوفر، ولكن هاد الهوفر هذا يعني جديد، فيرسو جديده وماركه جديده. هاد الماركه يلاه راه داخله للسوق، وراه داخله مجهده، داخله في لي هوفر، في لي باف الصغار، في لي باف الكبار، في لي كيت، في لي شارجور، في لي ريسيبتور تاع النيميريك، فين ما حتى يدك في لي زاكسيسوار نتاع الهواتف النقاله ولا الالكترونيك بصفه عامه، كتلقى هاد الماركه هذه راه داخله بالجهده، والكاليتي نتاعها تبارك الله لحد الساعه يعني عندها كاليتي زوينه، يعني لحد الساعه مازال ما لقيتش فيها الديف. لحد الساعه الكاليتي نتاعها راه غاديه مزيان. بون، ما تمشيو فين، بقاو معنا باش نقدم لكم الارتيكل نتاعنا. وباش كما ولفت الاحباء ديالي، الهديه اللي نقدموها للمتابعين ديالنا او المشتري نتاعنا اللي غادي يشري لنا هاد الهوفر هذا، غادي ان شاء الله يدي هديه ديالو. بو، الا كنت انت اول مره كتفرج في القناه تاعنا، ما عليك الا تابونا عندنا في القناه وتكليك على الجرس، بس اول حاجه يبقى ديما يوصلك الجديد، وثاني حاجه باش حتى انت يكون متوفر فيك الشرط انك تستافد معنا في الهدايا اللي كنقدموها للمتابعين ديالنا. يعني تدي ارتيكل بثمن مناسب، اون بليس تدي واحد الهديه زائده، يعني كنقدموها للمتابعين ديالنا في القناه ديالنا. بون، ما تمشيو فين، بقاو معنا باش ان شاء الله نقدموا لكم هاد الارتيكل هذا. بون، نقولوا بسم الله. فوالا احبابنا، كنعاود نرحب بكم من جديد في الفيديو نتاعنا الجديد ان شاء الله. بالنسبه للارتيكل ديالنا هو هذا، كما شرت قلت لكم هو هوفر، كما كتشوفوا معايا هنايا، فيه جوج تاع لي باف، تيليكوموند ديالو، الكابلي نتاعو، والهوفر نتاعو. غادي ان شاء الله نفتحوه ونكتشفوا الداخل كي داير. وبالنسبه للمارك اللي قلت لكم عليها، هي هذه لامارك، ها هي، فوالا هي هذه لامارك ازاتاش. هذه راكم اليوم غادي تبقاو تشوفوها من هنا للمستقبل ان شاء الله، تبقاو تشوفوها في اي اكسسوار تاع الهواتف النقاله، وفي اي الكترونيك كاع، يعني كما كان النوع نتاعو، لا متعلق بالتليفون ولا متعلقش بالتليفون. المهم تقريبا كاع الالكترونيك اللي غادي يدخل اليوم ان شاء الله، هاد الماركه هادي راه حاطه يديها في السم تاع الصوار، لا في ريسيبتور تاع النيميريك، ولا في ريسيبتور تاع الويفي، ولا في اي حاجه، اي حاجه تبقاو تلقاوها. لحد الساعه راه داخله مجهده، وداخله بكاليتي زوينه، يعني لحد الساعه عفوا مازال كاع ما بينش العيب ديالها. بون، كنتمناو قديم هكذا، حيت حنا ماذا بينا تكون شي سلعه اللي ما تحشمناش مع الزبناء ديالنا. بون، بالنسبه للهوفر نتاعنا هو هذا، غادي نفتحو ان شاء الله ونكتشفوا من الداخل كي داير. بون، قولوا بسم الله.
مبنى بالنسبة لومبلي تاعنا هو هذا كما كتلاحظوا معنا، فيه جوج نتاع لي باف صغار وفيهم لومبلي هو هذا نتاعهم. كما كتلاحظوا معنا بالنسبة لي زاكسوار ديالو كيجي معاه كابلي، يعني هذا الكابلي تقدر تخدم مثلا، تقدر تخدم هاد لومبلي مع البيسي ولا مع التليفون. فوالا فيه هاد الكابلي هذا تقدر تدخله في البيسي ولا في الطابلات ولا في التليفون، وهاد الزوج هما اللي كيدخلوا في لومبلي تاعنا باش يخرج الصوت اللي غادي يخرج منه، اللي غادي تكون مكونكتا هي اما مع التليفون ولا مع الطابلات ولا مع البيسي. فوالا، وبالنسبة كتكون معاه التليكوموند ديالو، يعني تقدر تحكم به عن بعد. فوالا تيليكوموند ازاتاش هي نفس لا مارك، تقدر تشعل بها لومبليت، فيها المود يعني فيها الفوليوم تزيد تنقص تفوت من اغنية لاغنية، ولا مهم اي حاجة بغيتها دير سيلونس دير بلاي دير بوز، مهم تقدر تحكم غير عن بعد تيليكوموند ديالها. وهو راه فيه لو بوطون، يعني الا بغيت تريكل غير من لي بوطون اللي كيكونوا فيه، تريكل غير من لي بوطون اللي كيكونوا فيه. فوالا ان شاء الله حبابنا غادي نفتحوا هذا السلوفان هذا نتاع هذا لومبلي هذا تاعنا باش نشوفوا الديزاين ديالو الداخل كي داير. اما بالنسبه لي بيفان يعني لي باف راهم عاديين، فوالا لي باف تاعنا هما هادو، كيجي معاهم الكابل اللي كيكون لاصق فيهم، يعني الكابل هو اللي كيدخل في لومبلي. صافي هذا الشيء اللي كاين. وبالنسبه لهذا الباف وبالنسبه للباف الاخر، يعني هذا لومبلي هو اللي كيكون فيه لي بوطون، كيكون فيه بزاف تاع الصوالحات ولا في شوف فين كتبين لك واش راه بلوتوث ولا كارت ميموار ولا راه يوسف بي ولا تبين لك الفوليوم فين راه واصل، ملي تكون تزيد تنقص تبين لك واش راك تزيد ولا راك تنقص وتبين لك المستوى نتاع الفوليوم. فوالا غادي نفتحو ان شاء الله لومبلي نتاعنا، نحلو السلوفان ديالو ونشوفو الداخل كي داير. بون نقولو بسم الله. بالنسبة للهوفر ديالنا هو هذا، فيه الباف في الظهر، فيه الباف في الجنب وهو في الظهر ديالو، عندو هنايا فين نشعلو ونطفيو، هنايا هاد الزوج اللي كيدخلو الصوت وهاد الزوج، هاد الزوج كيدخلو الصوت وهاد الزوج كيخرجو الصوت. بالنسبة لهذا، هذا هو كيما نقولو لونتين ديال الراديو باش تقبل الإذاعات. فوالا، وبالنسبة لهذا هو الكابين تاعو باش نديروه في الضو باش يخدم لنا، هذا هو اللي كيوصل له الضو نتاع هاد الهوفر هاك. فوالا، بالنسبة لي بوطون كيما كتشوف معانا هنايا، هنايا تريبل ديالو باش تزيد وتنقص، هنايا الفوليم حتى هو باش تزيد وتنقص، وهنايا باش تريكل لا باز ديال الهوفر. بالنسبة لهذه هي الموني ديالو، هنايا باش تفوت على اليمين على اليسار، وهذه باش تفوت على اليمين، وهنايا البوز أو البلاي. فوالا، بالنسبة للباف نتاعنا هو هذا، بالنسبة لافيشور ديالو هي هذه، هنايا هنا كتبان لافيشور ديال الهوفر، كيبين لنا واش راه بلوتوث كيما قلت لكم ولا كارت ميموار ولا يو اس بي ولا اوكس ولا، وكيبين لنا حتى الفوليوم نتاع الصوت فين راه واصل، هذه حاجة. وبالنسبة للجنب ديالو هنايا كيكون اليو اس بي وكيكون لاكارت ميموار كما كتلاحظوا معنا، ها هي بلاصه اليو اس بي وهي بلاصه لاكارت ميموار. وان شاء الله غادي من يجي عندنا من يبغي شي واحد هذا الباف هذا الهوفر هذا غادي يجي عندنا ويشوف داك الشيء يعني مباشره ابار الفيديو. حنا كنحاولوا ما كان في الفيديو نقربوا لكم الصوره واحد شويه، ومن تجي تحضر معنا في المحل ديالنا تشوف داك الشيء امام عينيك ونسيو لك الصوت ونسيو لك اي حاجه باش تمشي مريقل وعلى خير وبخير ان شاء الله يا ربي. فوالا حبابنا، بالنسبة كما قلت لكم الهوفر نتاعنا هو هذا. بالنسبة للعبار نتاعو راه تبارك الله كبير، يعني ما جايش باف صغير ولا، راه تبارك الله كبير، لا في العلاوة نتاعو ولا في الطول ديالو، يعني راه تبارك الله كبير. بالنسبة لي باف حتى هما راهم شوية كبار، حيت كنت ديجا قدمت لكم واحد الهوفر كان شوية صغير على هذا. فوالا هذا يعني شوية كبير على الهوفر القديم، وحتى الثمن زايد عليه واحد شوية. الوشة هي القديم ما كانش فيه كادو، اما هاد الجديد ان شاء الله غادي نقدم لكم فيه كادو.
فوالا، بالنسبة للثمن ديالو هو 450 درهم، الثمن ديالو هو 450 درهم، يعني 45000 ديالنا بالوجدية، وبالمغربية كامل اللي كيتفاهموا عليها هي 450 درهم، فوالا، الثمن تاعو هو 450 درهم. بالنسبة للافيشر كما كتشوفوا معنا نتاع لومبلي، هي هنايا واضحة، هي كما كتشوفوا معنا، هي هذه كما وريتكم الفوق هنايا كتافيشالك كتافيشالك كما قلت لكم، واش راه بلوتوث ولا كارت ميموار ولا يسبو ولا راه، يعني ديك لافيشو كتزيد تعاونك باش تشوف الحالة نتاع الهوفر كراها دايرة. كما قلت لكم احبابي، بالنسبة للثمن تاعو 45000 فرنك، 450 درهم، وبالنسبة لهذه هي الهدية في الراه برها، عطو نمشيو نجيبوها. الهدية واحد زوج ثلاثة. الهدية هي هادي، فوالا، باف صغير، قيمة نتاعو تقريبا حوالي 60 درهم، فوالا حوالي 60 درهم باش كنبيعوه في المحل ديالنا، فوالا إلا حيدت 60 درهم من 45000 كتلقى لك 39000 390 درهم، عندي زايدة في هاد الباف هذا، فوالا، ولكن باش تدي هاد الباف يعني ماشي أي واحد يدي هاد الباف، أي واحد يجي عندي المحل يشري ما غاديش يدي هاد الباف هذا، غادي يدي لومبلي بوحدو. ولكن المتابع اللي كيجيو من القناة كيقول لي أنا شفتك في القناة وراني صونيت لك، مثلا غادي نحط النمرة نتاعي هنايا باش تصونيو لي، يقول لي أنا شفت الباف في القناة وراني من المتابعين ديالك، راني مابوني عندي في القناة وراني متابعك، هذا اللي عنده الحق يدي هاد الهدية هاد. فوالا يدي الباف 45000 فرنك اللي هو ثمن مناسب، فوالا ويدي هاد الباف الصغير اللي هو هدية للمتابعين ديالنا. بالنسبة لهاد الباف نتاعنا، راني هاد الباف الصغير هذا كنت ديجا قدمت لكم بحالو، راه فيه حتى هو بلوتوث كارت ميموار يو اس بي راديو، وفيه هاد التوشية هادي هنايا، هاد التوشية هادي هنايا على شكل سيبورا، كتحط التليفون هكذا الا بغيت تفرج، تقدر مثلا ديرو سيبورا من تكون باغي تفرج شي حاجه، وتقدر تمسك بها ثاني، وفي نفس الوقت تمسك بها وتحطو هنا وتخدمو سيبورا. المهم باب زوين كيجي معاه حتى الشارجور ديالو، الكابلي باش تشارجر. فوالا حبابنا، بالنسبه للباف تاعنا هو هذا، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. بالنسبة كما قلت لكم الثمن تاعو هو 450 درهم، كنتمنى حتى الثمن يكون في متناول الجميع. وبالنسبة للهدية نتاعو هي هذه كما شفتوها وقدمت لكم في الفيديو. بون، بالنسبة إلى كنت أول مرة تفرج في القناة تاعنا، ويعني باش تنسى تستفد من هذه الهدايا اللي كيستافدوا بها المتابعين ديالنا، يعني ما عليك إلا تكليك على الجرس، أول حاجة تابونا بعدنا في القناة وتكليكي على الجرس ودير جيم، وماذا بك شي تعليق يكون هو هذاك. وبالنسبه للنمره تاع التليفون هي هذا اللي حاطها لكم هنايا لتحت باش تتصلوا بنا الا كنتو باغيين هاد الباب هذا. وصلنا لنهايه الفيديو نتاعنا، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا في هذا الفيديو هذا، وكنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم هاد الهوفر اللي قدمت لكم اليوم، وحتى الهديه تكون عجبتكم وتكون حتى هي في في في, في المستوى. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ما عليا إلا نقول لكم السلام عليكم.